رمضان يعني سمبوسك، فالنهاردة هنعمل عجينة السمبوسك البيتي. عشان نعمل العجينة محتاجين 3 كوبايات من الدقيق الأبيض منخول، معلقة صغيرة من البيكنج باودر ممسوحة، 3 معالق كبار من النشا الذرة، 5 معالق كبار من زيت الذرة أو زيت الزيتون، ده زيت ذرة، رشة ملح ناعم، مية حسب ما تعجن معانا. هحط على الدقيق النشا، هحط رشة الملح، هحط البيكنج باودر، وهحط كل ده في العجان، هحط عليه الزيت، وبعدين ابتدي انزل الميه بالتدريج لحد ما العجينه تقفل معايا. عايزين عجينه مقفوله ولكن طريه، فاقفل اشغل بسم الله، انزل الزيت اول حاجه. تقدروا كمان تحطوا زبادي لو حبيتوا، بيطري العجينه وبيخليها جميله. اول ما تلم هوقف الميه. ممتاز. ممتاز. بصوا بقى العجينة عاملة ازاي، طرية، شايفين طرية جدا جدا اهي، وما بتلزقش اهو، طرية خالص خالص وما بتلزقش، ما فيهاش خميره. ما فيهاش خميره، بس لازم اسيبها ترتاح، لازم اغطيها واسيبها ترتاح اقل حاجه 10 دقائق. بعد كده بفردها وابتدي بالقطاعه، بكوبايه، باي حاجه، ابتدي اقطع الحجم اللي انا عايزاه. وبعد كده ابتدي احشي وابتدي اجهز الحشوات بتاعتي اللي لازم تكون باردة وقت ما اجي احشي السمبوسك، ولازم ما توصلش للاطراف اهو كده. القطاعة مش حامية كفاية بس مش مشكلة. بعد ما ارتاحت 10 دقايق وفردناها وقطعناها، طبعا الباقي من العجين بنرجع نلفه مع بعض تاني ونفرده ونقطعه مرة تانية ونستفيد بيه، فانا هحطه هنا اهو. تمام كده العجينة جاهزة. تعالوا بقى نشوف الحشوات. اول حشوة معانا هتكون حشوة السبانخ. عندي سبانخ دي مجمدة، ممكن طبعا لو هي فريش تبقى فريش ومفرومة. عندي بصل مفروم، ثوم مفروم، زيت زيتون، سماق، جبنة موتزاريلا، جبنة فتة، وممكن نوع واحد من الجبنة للناس اللي مش عايز تستخدم نوعين يعني، او نوع منهم مش متوفر او مش بيحبوه. هحط الووك على النار هنا. وهشغل على الزيت برضو. وهجيب معلقة زيت الزيتون في الووك. بسم الله. وهاخد مكونات الحشوة على النار. البصل طبعا لازم الحاجة تكون مفرومة على الاخر، علشان السمبوسك طبعا المساحة بتكون صغيرة، فلازم تكون يعني ايه الحشوة كمان مفرومة خالص. ادي البصل، انا احب اتبل البصل الاول بالملح، الفلفل، السماق، والسماق من الحاجات اللي بتمشي كويس قوي قوي مع السبانخ قوي يعني. انزل بعد كده بالثوم، انزل بعد كده بالسبانخ. يبقى فاضل الجبن. الجبن بتتحط بره النار برضو، السبانخ مع البصل، ملح وفلفل وزيت، سماق وثوم مفروم. هنا دي خلاص هتترفع من على النار. حشوة السبانخ بقى عايزة احط عليها الجبن، ودي حشوة السبانخ يا حبايبي، دي هنقليها في الزيت، يعني دي السمبوسك اللي معمولة بحشوة السبانخ. هتنزل هنا في الزيت. الزيت لازم يكون غزير ولازم يكون متوسط الحرارة، مش حرارة عالية قوي. لو عالية قوي احنا هنا عندنا عجينة محتاجة تستوي، فمش هتلحق تستوي، هتاخد لون لكن مش هتستوي. ولو الحرارة قليلة جدا العجينة هتشرب مننا زيت،
فدي العجينة اللي احنا حشيناها بحشوة السبانخ، واللي في الاير فراير العجينة اللي حشيناها بحشوة البطاطس. وحالا دلوقتي هقول لكم بنحشي ازاي، بس انا حابة ان الخطوات كلها تكون ورا بعضها وتكون واضحة بالنسبة لكم. اوكي، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد الحشوات بتاعتنا الباردة. هاخد من الحشوة، بصوا جمال العجينة، شايفين جمال العجينة وهشة وبتنفخ ازاي يا جماعة؟ رائعة العجينة دي، رائعة اهي. وهنسيبها هنا تتقلي. هاخد من الحشوة واحط في النص. اهم حاجة يا حبايبي ما نطلعش للاطراف ابدا، اي حاجة على الطرف نشيلها، اي دقيق على الاطراف نشيله، وبعدين بنقفل بالشكل ده. ودي حشوة السبانخ. اهم حاجة تتأكدوا ان الاطراف مقفولة كويس جدا،